وكشف مدبولي عن مشاركة 6221 مشروعا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أن الدولة المصرية ومن خلال الحجم الكبير للمشروعات تعلن أنها واحدة من الدول الملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقدم إلينا أكثر من 6281 مشروع يعني تحديدا هذا هو الرقم فده يؤكد شيء مهم جدا ان مصر لديها ذخيره جيده جدا جدا من المشروعات اللي بالفعل قيد التنفيذ او هتبدا انها تتنفذ او حتى افكار يعني هتبدا في التنفيذ في خلال الفتره القادمه وده يؤكد المسار اللي الحكومه المصريه اخذته في اطار رؤيه مصر 2030 اللي هي ايضا ترجمه حقيقيه لكل اهداف التنميه المستدامه 17 اللي اطلقتهم من الامم المتحده فالحقيقة الدولة المصرية من خلال هذا الحجم الكبير من المشروعات أكثر من 6000 مشروع بتعلن أنها واحدة من الدول اللي ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واللي, إن، واللي, واللي ليها رؤية حقيقية واضحة مترجمة في مشروعات بالفعل بتتنفس